أهلا بكم من جديد. عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي التقى اليوم بأكثر من 600 سيدة من مؤيداته. اللقاء بدأ بوصلة زغريد وهتاف جماعي للنساء. رد عليها السيسي قائلا: والله أنتوا رفعتوا معنوياتي جدا جدا جدا. فردت النساء بالزغاريد والتهليل مرة أخرى. فطالب السيسي النساء بمساعدته في الفترة المقبلة. السيسي عرف المصريون اسمه حين تفجرت قضية كشوف العذرية على بنات 25 يناير، وهو عضو في المجلس العسكري الذي تعرض في عهده إحدى النساء في ميدان التحرير فأطلق عليها حينها ست البنات. لكن النساء اللاتي ظهرن في لقاء اليوم هتفن: بنحبك يا سيسي. فهل هو فتنة للنساء فعلا أم أنه فتنة للوطن بأكمله؟ هيب. طب أنا والله هسلم عليكم كلكم. ليست حفلا غنائيا ولا استقبالا لنجم سينمائي، إنما هي أهازيج الفرح بالمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. وإحنا بنحبكم جدا. صحيح. بالكاد تكلم الرجل عن أي برامج أو مشاريع انتخابية، فجل المؤتمر سار على هذا النحو. أنت الأب وأنت الأخ، وأنتوا هتخرجوا الرجالة. وكأن مصر عدمت رجالها، فهتفت الأغنية: عايزينك تبقى راجلنا. مظاهر الاحتفاء بالرئيس المنتظر لم تقف عند حدود الأغنية، بل تخطتها لتصل للشارع أيضا. ليه هتعملي للمشير السيسي التوقيت؟ لأنه راجل وبيشتغل، وكان شغال، ما كانش سايق وحد بيديله. هل يكفي إذن أن تكون راجل شغيل لكي تصبح الرجل المنتظر، أم أن البعض يذهب إلى أقصى من ذلك؟ وما بصدقش أن في إنسان كده أصلا، يعني ده ملاك أصلا، ده مش إنسان بشر زينا، يعني ممكن لو حد بيشوفه ينسى الأكل والشرب وينسى الدنيا. لكن الدكتورة أماني فشلت في أن تنسى الأكل والشرب مع أول دقات للفقر، فانتهت أحلامها بقائد الأحلام على صخرة العوز. أطباء الجيش مرتباتهم أعلى من مرتبات الأطباء، هم الاثنين أطباء والاثنين بيشتغلوا في نفس المهنة. للأسف أطباء الجيش واخدين حد أدنى 7000 جنيه في الشهر المرتب بتاعهم، وأطباء وزارة الصحة دول بياخدوا بالكتير قوي 1000 جنيه. يقول محللون أن سر الإعجاب النسوي بالسيسي يعود للآلة الإعلامية المؤيدة له، فكتبت له المقالات ورسمت له الكاريكاتورات. سيسي يا سيسي، هذا سيدي يا سيدي، سيسي يا سيسي. حتى الشبكة رسم عليها اسم السيسي. مش اعترافا حتى أنه تقدير لشخص قدم حياته، كان ممكن يبقى لو الأمور ما كانتش كده هوت، إن هو كان ممكن يتعرض لظرف مش كويس، وحط رأسه على اللي قدمها يعني للشعب، إن هو إن إحنا كلنا نقدر نقف وقفة جامدة ونخلص من الاحتلال اللي إحنا كنا فيه ده هو. فإذا سألت عن أي احتلال هذا الذي حاز بسببه على رتبة المشير دون أن يخوض حربا واحدة، فستجيب لك سيدة أخرى من شعب آخر عن أصل القصة. هذه الأم تبحث عن رجلها بحق، وهو بالقطع ليس قائد الأحلام. ابني فيه، ابني اتضرب بالنار. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب في استوديو مصر الليلة بالإعلامية والكاتبة الصحفية إيمان عبد المنعم الناشطة السياسية، وأيضا بالناشطة السياسية والإعلامية سمية الجنايني. أهلا بكما. أهلا بحضرتك. هو فعلا يعني معبود النساء زي ما مصورة بتحاول تقول لنا طول الوقت كده؟ هو نسخة عبد الحليم حافظ في 2014. بس عبد الحليم كان فعلا معبود النساء. هو بيحاول يقلد عبد الحليم حافظ، بيحاول يصنع يعني لما تقال ان هو جذاب النساء على المتحدث العسكري، هو يصنع جذاب اخر للنساء. هل افلح في هذا استاذة سمية؟ هل فعلا ستات مصر كلهم بيشوفوا انه المرشح فتح السيسي راجل وسيم وحلم اي ست يعني؟ لا طبعا، هو فشل ذريع، وهو اهان كل سيدات مصر، ودي اهانه المره الثانيه انه بيهين سيدات مصر. في اول مره قال انه المتحدث العسكري جاذب للنساء، ودي اهانه واضحه.
وفي المرة الثانية في المؤتمر بتاعه في نادي القوات المسلحة اللي مش من حقه استخدامه لأنه اوريدي قدم استقالته. وإلا بنأجره عادي يعني. طيب خلاص يبقى من حق حامدين هو كمان يعني. احنا بنأجر أصلاً. والله ما نعرفش الله أعلم بقى. فبرضه هو بيقول في المؤتمر أنا محتاج لكم وكثير من التسجيل ولا وان احنا حاول الحاجات دي وانا محتاج لكم وكل ست مسيطره وتاخد جوزها واولادها وتوقفهم في الطابور علشان فدي اهانه عشان يديله الصوت فدي اهانه لا يرضاها الراجل حر على نفسه ولا ترضاها اي سيده حره وجميع النساء مصر الاحرار الحرائر ما ترضاش الكلام ده على نفسها. لكن كل السياسيين بيهتموا جدا بالمراه لان المراه قوه كبيره في المجتمع قوه تصويتيه وكمان قوة مؤثرة في ولادها وفي جوزها صحيح قال ان الست المعيلة لها تأثير على جوزها مع ان الست المعيلة ما عندهاش جوز صحيح بس المهم يعني على الاقل عرف انه في حاجة اسمها الست المعيلة يعني ما هي المعيلة للوطن دلوقتي في بريطانيا مثلا على سبيل المثال كان في حاجة اسمها بلير بيبس اللي هو الستات اللي دخل بيهم الحملة الانتخابية ونجح في أول مرة وكان أول نجاح للحزب المحافظ العمال من 18 سنة فمش جديد على السياسة أنه يبقى فيه توظيف لصورة المرأة صحيح ليه بنلوم بقى على السيسي أنه بيحاول يضحك على الستات في رأي معارضي أو بيحاول يستميل الستات في رأي مؤيدي. طب خلينا نشوف هل السيسي كان بيحترم المرأة من بداية الثورة ولا لا. السيسي وفريقه ورجاله هم اللي قاموا بكشف العذرية هم اللي قاموا بسحل البنت في ميدان التحرير وتعريض جسدها هم اللي قاموا بانتهاك اعراض البنات في السجون واقسام الشرطه فدي نظرته الحقيقيه للمراه المصريه. ثم جاءت النظره الاخرى بان هو يتم التعامل معاهم بنوع من الابتذال بنوع من تقليل الشان نوع من الامتهان ليها بان هي مجرد اداه تستخدم سواء بالانجذاب للرجال يعني يتعامل مع المراه وكانها ساقطه تعامل مع المرأة المصرية وأنها ساقطة ليست لها قيمة مثالي احنا ما شفناش معاه في أي وقت من الأوقات حتى في المؤتمر بتاع النهاردة أين هم قيادات الانقيادات النسائية البارزة في المجتمع أين هي الوزارات وزراء السابقين هالة شكر الله رئيس حزب الدستور ليه ما كانتش حاضرة ليه ما دعاهاش باعتبارها المرأة المصرية ليه دعا كل أعضاء أمانات لجان المرأة في الحزب الوطني هو دي نظرة السيسي للمرأة المصرية. يبقى مشهد النهاردة يعتبر مشهد مفتعل مصطنع سمية الجناني. طبعا هو المؤتمر ده أعلن عنه مؤتمر في السر. لا ما هو كل المؤتمرات ما بيعلنش عنها على فكرة. طيب المؤتمر في السر ومقر الحملة الانتخابية في السر ومكانه غير معلوم. لو انا لو انا موجوده في مصر كنت هروح ولو كنت هروح عشان اوجه له النقد عشان اساله عن حق الايتام عن حق الارامل عن حق السكالة عن حق احلام صاحبه المرجحه اللي داس عليها البلدوزر عشان بتدافع عن اكل عيشها الوحيد عن حق رضا اللي تيتم لها خمس اطفال ست اطفال بالبيبي الجديد يعني اساله على كل دول لو انا موجوده كنت هساله ده وده المفروض اللي كانوا يعملوا النساء الاحرار الحرائر اللي موجودين هناك القيادات النسائيه اللي بيتصدعنا طول الوقت بحقوق المراه وحقوق الطفل. انا مره سالت احد المتصلات كانت بتتكلم على السيسي بقول لها هو انت مش نور عينيه ولا ايه فقالت لي لا انا مش نور قاطع كهرباء قاطع مش رقاطع. معنا ايضا عبر الهاتف المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط. ليه المجتمع النسوي في مصر نسي ست البنات نسي كشوف العذرية وهذه الأشياء ولا ما نسيهاش؟ تحية لحضرتك يا أستاذ زين ولضيوفك الأعزاء. هو طبعا يعني الأستاذة إيمان والأستاذة سمية يعني تكلموا على موضوع المرأة بما يكفي إنما الحقيقة أنا ليه كمان كذا ملاحظة قبل ما تشعر بسؤالك. أول حاجة إنه محدش بيتكلم من هؤلاء الإعلاميين اللي بيستضيفوا السيسي في لقاءات مسجلة عن مسؤوليته عن الدم الذي أريد في مصر يعني كيف نتخطى فكرة ان هناك آلاف تولدوا مسؤوليته هو الشخصية. هو قال ان هو سيحاجج الإخوان عند ربنا سبحانه وتعالى وهو غير مسؤول عن هذا وان هم كان عندهم فرصة وضيعوها. الحقيقة هو يكذب كذب انا مش عارف يعني هو الحقيقة اعتقد انه السيسي محتاج ان هو يكشف على نفسه عند يعني طبيب امراض نفسيه او عقليه.
لانه هو بيقول الشيء ونقيض البين. اول حاجه هذا الشخص مسؤول مسؤوليه سياسيه وجنائيه عن القتلى الذين قتلوا منذ انقلاب الثلاث مليون وحتى الان. نمره اثنين، انت امام رجل اطاح برئيس منتخب والان بوضوح هو يعني تكشف الايام ما كنا نقوله انه يريد ان يجلس على هذا الكرسي، فاذا انت امام واحد صاحب مصلحه في الانقلاب. طب فيما يتعلق بالمراه، ايه الاعتراض على ان هو يحاول يتقرب من السيدات؟ انا اقول لحضرتك، اولا احنا لن نرى ولا لقاء على الهواء مباشره، يعني من ناحيه بقى الشكليه، انت امام رجل مرتعش خائف لا يستطيع ان يكشف شعبه الذي قسمهم. فهو من ناحيه مستخبي في مكان تحت الارض ينام فيه وينامش في بيته. ما هو من خاف سلم برضه، ما هو يشعر ان هو معرض للاغتيال، فمش من الطبيعي ان هو ان هو يطلع يعمل مؤتمرات على الهواء. ما هو لو حاسس، ما هو لو هو معرض للاغتيال ولو هو مطارد بهذا الشكل، يبقى فين الشعبيه اللي بيتكلم عنها؟ نمره اثنين، هو لا يستطيع ان ينزل. انا بدعوه ينزل يروح حلوان مثلا، ودي دايرته اللي انا اعرفها. اشمعنى حلوان يعني؟ ان يمشي في شوارعها، ممكن يروح الجمالية، ان يفعل اي مؤتمر، اي مؤتمر جماهيري وسط الناس. كل لقاءاته مسجلة ليست على الهواء مباشرة، لانه لا يمتلك، ضحل جدا، انسان ضحل لا يمتلك حجة في الاقتصاد ولا في السياسة. اشكرك شكرا جزيلا مهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط، شكرا جزيلا لك. اعود الى ضيفتي في الاستوديو، ايمان عبد المنعم وسمية الجنايني. برضو الرئيس مرسي عمل اجتماع مع ممثلي المرأة، وكان في خطبة طويلة جدا واتذاعت، و يعني مش غريب انه السياسي يعمل لقاءات مع سيدات. كانت لمين الدعوة؟ كانت للمجلس القومي للمرأة. المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكان فيها عضوات نسائية منه، شخصيات بارزة في المجتمع، في المجتمع المدني وغيره. دي الستات اللي كانت موجودة في الاجتماع اللي عقده دكتور مرسي. دكتور مرسي كان مختار نائبة سيدة، كان في عدد مساعدة مش نائبة، نائبة مساعدة، وعدد من المستشارات، سكينة فؤاد مثلا، ودكتورة أميمة كامل، والأستاذة سكينة فؤاد وغيرها. دي النماذج اللي كان بيتعامل معاها. لكن احنا كنا بنشوف من ايام حفله جامعه المستقبل تصوير بالبدله العسكريه مع الفنانات والراقصات والمغنيات والمطربات. يعني هو الحقيقه المشهد كله استدعى للذاكره صوره زعيم كوريا الشماليه مع المجندات وعمال المصانع لما حاولوا يعملوا يعني تشارم كامبين كده، طلعوا له الصور ديت. لكن لحد دلوقتي احنا مش والخزان. لكن في لقاء الرئيس مرسي مع ممثلي المرأة، الحقيقة اللقاء يعني يمكن وصفه إعلاميا بأنه ممل. الناس قاعدة عاملة كده، كان رؤساء الطير والرئيس يخطب. لكن اللقاء إعلاميا برضو اللي احنا شفناه للسيسي النهاردة كان لقاء مثير إعلاميا، حيوي، أستاذ غريت وفير، واللي هو المرشح الرئاسي بيضحك ورفعت روح المعنوية. ما هو ده النموذج الوحيد اللي هو بيعرفه. يعني هو لا يعلم شيء عن سيدات مصر. يعني الحقيقة هو ده النموذج الوحيد اللي بيعرفه. بيعرف اللي الراقصات النموذج ده اللي بترقص، اللي بتطلع من الاستفتاء ترقص، اللي بتخش في الصوان بتاع اللي هو ما بيحضروش بتاع الادعاء الانتخابية اللي بترقص. فهو في مجموعة شرائح، منها الشريحة، أول شريحة اللي بتخاف، اللي خايفه من التيار الاسلامي انه يضغط عليها بالحجاب، وده طبعا مش موجود، لان الوحيد المتشدد في التيار الاسلامي هو حزب النور. اللي غطى، اللي عمل تغطيه سياسيه، كفر سياسي، وفي الاخر هو دلوقتي اترفض ان هو يقابله. وفي عندنا الشريحه الثانيه اللي خايفه على مصالحها، اللي ممكن مركزها الاجتماعي والاقتصادي يهتز او ينعدم اذا جاء الاصلاح ومسار الثوري. لا، ولو الثوره نجحت. وفي الفئه الثالثه اللي هم الناس اللي كانوا بيأجرهم الحزب الوطني، الناس الغلابه اللي بيستغل فقرهم. طب كل دول على بعضهم كام في المية من نساء مصر؟ يعني حوالي كام في المية؟ كتير برضو، مش قليلين. كتير يعني 15 يعني ولا 20 ولا 100 واحده ولا كام يعني، انا ما اعرفش. انا بشوف انا كل صوان بشوف فيه 3 4، كل مؤتمر فيه بشوف 3 4 بيقف في ميدان عبد المنعم رياض، 10 منهم 2 ستات في كل ميدان كده. هو ده المليونيات.
اشكرك شكرا جزيلا. نشوف ايضا مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي انجذبوا ولا ما انجذبوش، او انجذبنا ولا ما انجذبناش مع الزميل عمرو حسن. هم انجذبوا للتعليق، يعني هو كان في حوالي 250 تعليق على هذه القضيه فقط فحسب. ندعوكم بالتاكيد لزيارتها على صفحاتنا على فيسبوك، حيث عبد الرحمن يقول شكلهم انجذبوا، فهذا هو الاسلام الوسطي. بالتاكيد بياخذ جمله نقلا عن الفنان صابرين. لا يمثلن سيدات مصر، فالسيدات المصريات هن أطهر وأنقى من هؤلاء، وذلك وفقا لمقاربة محمد عبد المنعم. سيف الإسلام يقول أكيد يمثلوا المرأة اللي بتلعب كاراتيه. التدوينة التالية من محمد عبد الله بيقول طبعا يمثلوا المرأة، وكل نساء مصر ورجالها يحبون السيسي، وذلك من وجهة نظر محمد عبد الله. إيمي أمونة تقول أنا امرأة من مصر وبقول لك بكرهك يا سيسي، وكرهي ليك زي حبي للحياة بالضبط، اسحبوا مني الجنسية إذن على هاشتاج مصر الليلة. سريعا نذهب إلى تويتر مع رق عبد الله يقول فعلا اللي اختشوا ماتوا يا شعب علي الحجار وفقا لوصفه. نعيم خالد يقول يا نهار اسود السيسي جاذب للناس، الناس دي جايه منين؟ من الكونغو ولا ايه؟ مع الاعتذار للكونغو. صديق يقول نساء مثاليه فلماذا تنتظر، او فماذا تنتظر منهم، على هاشتاج مصر الليلة. ابو حمزه يقول اذا كان رجالهم يذوبون عشقا فما بال النساء، ايضا على هاشتاج مصر الليله. وكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. اشكرك شكرا جزيلا عمرو حسن. اعود الى ضيفتي في الاستوديو، الكاتبه الصحفيه ايمان عبد المنعم والناشطه السياسيه سميه الجنايني. كانت الاستاذه سميه تحدثت عن الشرائح المؤيده للسيسي، ايه بقى الشرائح الرافضه للسيسي؟ ملايين المصريات اللي بيخرجوا كل يوم في الشارع، واللي منهم اكثر من 2500 مسجونين دلوقتي وبيتعرضوا لانتهاكات جسديه على يد رجال السيسي. الجامعات المنتفضة وفيها شرائح كتيرة جدا من فتيات مصر. السيسي النهاردة دعا 600 سيدة فقط من شعب مصر كله، دول بس اللي بيمثلوا السيسي. شكرا شكرا جزيلا إيمان عبد المنعم. وأشكر أيضا الناشطة السياسية. أنا بس عايزة أقول حاجة، عايزة أوجه كلمة لأي سيدة حرة بتفكر ان هي تروح تدي صوتها سواء لده او ده، وخاصه لو للسيسي، تذكري النساء اللي الايتام والارامل والمعتقلات والبنات الازهر اللي طارت عينيهم والبنات اللي اتخطفوا وامن الدوله خطفهم. تذكري كل هؤلاء وهذه وايد السيسي ملطخه بالدماء، وكل الشهداء الذين سقطوا على السيسي، وكل ده شكراً. معلق في رقبه السيسي. شكرا جزيلا الكاتبه الصحفيه ايمان عبد المنعم والناشطه. مشاهدينا الكرام، على مدى ساعتين ناقشنا معكم في مصر الليلة أربعة ملفات نجمل وأهمها فيما يلي. عبد الله الشامي يكمل عامه السادسة والعشرين في غياهب السجون بمصر، والجزيرة تنشر صورا له بعد إضرابه عن الطعام لأكثر من 100 يوم، وتبث تسجيلا له خلال محاكمته يتحدث عن سوء معاملته. حاليا ليس هناك اي عداله في مصر، وبل ان ما يجري هي مهزله قضائيه. بعد زيارته الى مصر، الائتلاف العالمي للحريات والحقوق يصف اوضاع حقوق الانسان بالمهزله، ويقول ان القضاء بات سلاحا بيد النظام لمواجهه معارضيه. تقرير للمجالس القومية المتخصصة يحذر مصر ستفقد ربع مساحتها الزراعية، وستعاني شحا مائيا وعجزا في كهرباء السد العالي إذا استمر سد النهضة الإثيوبي. هتافات وزغاريد في لقاء السيسي بعدد من مؤيداته، فهل هو بالفعل فتنة للنساء أم هو فتنة للوطن؟ والله والله أنتم رفعتوا معنوياتي جدا جدا جدا. إن شاء الله نكون رفعنا معنوياتك جدا جدا جدا، حتى ليلة مصرية أخرى وسهرة أفضل من سابقتها. نترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء. شكرا يا أساتذة.